مرض العصر، المرض الاكثر انتشارا في السنوات الاخيره، الاكتئاب والقلق. اليوم جبت لكم وصفه لعلاج هذا المشكل اللي اصبح منتشرا، وكثير من الرسائل والتعليقات اللي كيجيو حوله. التوتر النفسي، القلق والفقدان الرغبه في كل شيء، الخوف الغير مبرر، بعض المرات كيدخل فيها حتى امراض عضويه كضيق التنفس وخفقان في القلب زائد على طبيعته. في السونداج الاخر اللي درنا في انستغرام غالب الرسائل سولوا على مشكل الاكتئاب. اليوم جبت لكم احسن وافضل واروع وصفه اللي اثبت علميا الصحه ديالها والنجاح. وصفه سهله وبسيطه بمكون واحد. هذا المكون هو عشبه القديسين او عشبه القديس يوحنا. ادويه كثيره ديال الاكتئاب كتعتمد على عشبه القديسين كمكون رئيسي لصناعتها. اول خطوه غناخذوا ما مقداره ملعقه صغيره من عشبه القديسين او عشبه القديس يوحنا، وغنخلو عليها ماء يكون ساخن. من بعد نخليه تدفى، وابخي نشربوه جوج مرات حتى ثلاثه مرات في النهار، يعطيكم واحد الاحساس بالكالم. في نفس الوقت كيعالج المشكل المنتشر حاليا اللي هو الاكتئاب، وكذلك مشكل الارق. اللي جاه المذاق مر نقدروا نحليوه بملعقه صغيره من العسل الحر. اللي شاف هذه الوصفه يخلي جيم وكومونتير باش يوصل الفيديو لاكثر عدد ديال الناس. احبكم.